أعلن البنك المركزي عن نتائج المزاد رقم 23 للعام الحالي لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها مسبقاً، مبيناً أن المزاد سيستمر بشكل أسبوعي حسب توجيهات قيادة المجلس الرئاسي. وأوضحت وثيقة صادرة من البنك المركزي مبلغ المزاد المعلن عنه والبالغ قيمته 30 مليون دولار أمريكي، والذي بلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة له 29 مليونا و155 ألف دولار أمريكي، وهو نفس سعر العطاءات التي تم قبولها. وأشارت الوثيقة إلى أن أعلى السعر وصل للعطاء 1031 ريال يمني للدولار الواحد، وأقل عطاء بلغ 997 ريالا يمني للدولار الواحد، لافتة إلى سعر المزاد وهو 997 ريالا يمنيا للدولار الواحد، ما يعادل 262 ريالا يمنيا للريال السعودي الواحد.